هنا غادي نوجدوا واحد الزبده من السماء بواحد التوابل. هذه كنستعملوها ملي كنديروا شي حاجه مشويه، سورتو لي كوتليت ولا اللحم، اللحوم الحمراء وحتى اللحوم البيضاء، ولكن سورتو اللحوم الحمراء. ملي كتشوى كنحطوا واحد، كنهزوا شويه من هاد الزبده هذه اللي من السماء وكنحطوها فوق منها. غادي نزيدوا عليها هذه الزبده، يعني لو بور ماشي لا مارغارين، لو بور لو فري بور، يعني الزبده ديال البقري ولا الغنمي ولا الماعز، اي نوع ديال الحيوانات. غادي نزيدوا عليها واحد شويش ديال الملحه والابزار والقشره ديال الحامض والاعشاب اللي بغينا، ديك الاعشاب والنسيمه اللي بغينا. انا غادي نستعمل الازير لو غومارين. انا زدت شويه الملحه، هادو شويه ديال القشره ديال الحامض، هنا شويه ديال الابزار. دابا غادي نزيد شويه ديال الازير. دابا هذيك الزبده غادي نخدموها مزيان مع هاد العناصر هادو حتى تنسجم مزيان، وان شاء الله تكون واجده ان شاء الله باذن الله. صافي ملي خلطناها ها هي دابا كتكون واجده، كتجي بحال هكذا، كتكون واجده اننا نخدمو بها ونتناولوها بالصحه والراحه. انا قدمتها مع اللحم المشوي ملي كنشويوه ونساليوه، كنحطو واحد القطعه ديال الزبده فوق منه وبالصحه والراحه.